الله كابتن احمد منورنا. الله يكرمك كابتن نور، ليك وحشتوني والله العظيم، بقالي كتير قوي ما جيتش. اكتر يا كابتن، وحشتوني كلكم بصراحه. الاول نقول انا عشان ما كنتش موجود الماتش اللي فات، مبروك على التاهل، وان شاء الله يكون لمصطفى نصيب كبير في البطوله دي ان شاء الله، وماشي بخطه ثابته. نتمنى له ان شاء الله يكمل على ده، عشان انا اعتقد انه لو ربنا اراد وخدنا البطوله دي انه هياخد احسن لاعب في البطوله، مش احسن حارس بس، لا ان شاء الله هياخد احسن لاعب في البطوله ان شاء الله بقدره ربنا سبحانه وتعالى. هنتكلم على مباراه النهارده، بنواجه الاسماعيلي. الاسماعيلي فرقه الناحيه الدفاعيه بتاعتنا بيعتمدوا على الكروسات، خاصه من ناحيه عبد الرحمن مجدي. على طول بيطلع لبره ويعمل باك باص لتحت، فلازم يكون حد مننا خصوصا السرد باكات والديفندر يكونوا لمين كويس، ولازم مصطفى يتكلم في النقطه دي كويس. ممكن يقطع بالعرض كتير على العرضه الاولانيه، فعشان كده لازم تبقى عينه معاه. الثانيه يا اما بيلم على شماله وبيعمل كروس على البعيده، فلازم يكون محضر نفسه انه ياخد البعيده، لان معظم اهدافهم بتيجي يا اما عن طريق الشامي بالطريقه دي، انه عبد الرحمن يلم لبره ويعمل كروس على البعيده، فلازم مصطفى يكون محضر نفسه. الشوتنج مهم جدا، خاصه ان هم عندهم ناس بتعرف تصوب كويس جدا. اعتقد ان مصطفى في كامل تركيزه ان شاء الله يكمل على كده، ولو لا قدر الله حصل اي حاجه مصطفى هو مصطفى، طبيعي انه يغلط لانه لسه بياخد خبرات، مش عايزين نقصه على الولد، وفي نفس الوقت مش عايزين اي حاجه، مش عايزين نطلعه فوق السماء، ومش عايزين نخسف بيه لو حصل اي حاجه، فان شاء الله يكمل. مش هيحصل حاجه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الناحيه الثانيه بنقابل احمد عادل عبد المنعم ابننا برضو، انتقل من النادي الاهلي في يناير 2018، راح المقصه قعد سنتين، راح الجونه قعد سنه، وانتقل في شهر 9/21 الى الاسماعيلي. ثالث موسم مع الاسماعيلي، يمكن السنتين اللي فاتوا ما كانش ستاندنج. من اول ما راح كابتن ايهاب جلال وكابتن مصطفى كمال، احمد عادل عبد المنعم ماشي ستاندنج. طوله 189 سنتي، طوله مميز جدا، ولكن هو عنده مشكله في الكرات العاليه، ما بيطلعش، ما بيستغلش طوله، على طول قريب من خط المرمى، ودي ان شاء الله تكون حاجه ايجابيه لينا. واتمنى ان الكورنرز والفاول نستفيد بيها، لانه ما بيطلعش خالص، هو على طول بيلعب على التاني يعني، ودي مشكله عنده ازليه، واوقات كتير بيبقى في عدم تفاهم حتى من هو في النادي، عشان بس ما اقولش حاجه، لا مش حاجه جديده عليه. نعم، جول تحت الخشب، ثلاث خشبات كويس، تحت ثلاث خشبات في رد الفعل كويس قوي، انما يطلع ياخد خطوات، لا ما يتحركش من تحت الثلاث خشبات. واوقات كتير بيبقى في عدم تفاهم بينه وبين الاثنين اللي قدام. بالظبط، كنت لسه اقول الكلام ده، ان هو عشان ما بيطلعش ساعات السردباكين بيتوقع انه يطلع، صح، فولا ده بيطلع ولا ده بيطلع، فان شاء الله نستفيد من النقطه بإذن دي. عنده حاجه مميزه في ان هو رد فعله كويس جدا، ولكن ممكن يبقى في التصويب مش بنسبه 100% جيد، ممكن كتر التصويب نقدر ان شاء الله نصد منه. الكره الثانيه بتقع منه كتير، يعني بمعنى انه اول ما بيمسكش من مره واحده، هو غالبا بيوجه او بيطلع بالبوكس، فلازم يبقى فيه فولو متابعة. لازم يكون في متابعه مننا على الكره الثانيه. اعتقد ان دي ملخص لاحمد عادل عبد المنعم. الانفرادات عنده حاجه، يمكن دي لو احنا بس ركزنا فيها، ان اي حد بيهوشه بيقع بسرعه، فلازم اللي يروح يتهنى، اللي هيروح يتهنى ويهوش، اعتقد ان شاء الله هتبقى جون بالتوفيق، وان شاء الله نطلع بنتيجه ايجابيه، وتبتدي سلسله اللا تعادل للنادي الاهلي ان شاء الله في الدوري. شكرا جزيلا كابتن احمد، شرفتنا ولينا لقاء باذن الله بعد المباراه ان شاء الله. طيب كابتن شريف.